ومع الموسيقى رح نختم صباحنا غير لليوم مع عازف العود طارق صقر. يسعد أوقاتك، رمضان كريم. يسعد أوقاتك، رمضان عليكم وعلى البلد يسعد أوقاتك ورمضان كريم. طارق، بشو رح نبدأ معك اليوم أول معزوفة؟ هلأ بما أنه شهر رمضان الكريم هيك له طابع خاص، يعني الموسيقى بتكون فيه لها طابع خاص، يعني بتاخذك اتجاه روحاني أكثر من غير أيام. يعني لو حكينا أول هيك، خلينا نبدأ هيك معزوفة بطالع البدر علينا. يا أكيد، تفضل. شكرا كثير لك طارق. هلا هي طالع البدر علينا، لو حكينا شوي هيك عن القصه، هي بدايه التوشيح، يعني بدايه التوشيح. هلا في الموشح وفي التوشيح. الموشح اللي بيكون النمط الغزلي، مثل موشحات يمر عجبان بدت من الخدر، الموشحات الاندلسيه اللي بنعرفها. التوشيح هو توجه ديني، يعني بيكون هو مديح ومحبة يعني لله ولل. أكيد يعني طارق، مثل ما حكيت دائما الموسيقى بتكون حاضرة وموجودة برمضان، بنشوفها بالإنشاد الديني، الإنشاد الروحي، وبغير أوقات بنشوفها بلغات تانية مختلفة بتتجاوز كل الحدود وبتعبر وبتوصل لكل الناس. اليوم إذا بدنا نحكي عن الموسيقى الروحية اللي بتخاطب الناس حتى يمكن بالمناسبات، مو بس بشهر رمضان المبارك. هلا الموسيقى هي بالاساس روح، يعني انت لما تقولي الموسيقى هي روح، يعني هي الماده اللامرئيه مسموعه، يعني بتوصل عن طريق القلب، عن الطريق من الاذن للقلب فورا، بترجمها الدماغ، بترجمها العقل الباطن لخطوط والوان. يعني اي صوت اي بسمعه، انا اي صوت بسمعه بترجمه العقل لخطوط والوان، هذا بتترجم هيك الموسيقى. بتوصلني أنا بالروح هي، إذا كان الصادق الموسيقي بيطرحه بتوصلني الفكرة تبعه وبعرف شو المغزى من وراء هي الموسيقى. الموسيقى ذات الطابع الديني، يعني خلينا نقول لأنه كل الموسيقى هي روحية. هلأ بالنصوص القديمة أو بيقول لك أنه التسبيح رب العالمين، تسبيح الملائكة هو بالموسيقى بالغناء. نعم. بالإسلام بلشت التوشيح لنا بال طلع البدر علينا لما استقبلوا لسيدنا محمد بالمدينة. بعدين بلشت تتطور هذا النوع من الغناء اللي هو المديح. الموسيقى يعني كل علامة إلى وزن، كل علامة إلى وزن موسيقي. الفارابي في هي مشهورة، الفارابي فات على قوم غنى عزف لهم بكاهم بعدين ضحكهم بعدين نيمهم. التأثير الكبير اللي نعم طارق، خلينا كمان معلش نسمع كمان شيء روحاني من حضرتك بهذا الشهر. هلا أنا اشتغلت مع الإنشاد الديني مع فرقة درويش الشامية. نعم. فترة تقريبا شي سنتين ثلاثة. قدمت لهم هيك قطعة ما فينا نقول اللغة المغربية، اللهجة المغربية. نعم يعني نسمع مع بعض. نسمع مع بعض. تقول الحادي صاح من شدة الأمور، الحادي
الحصار من شدة الأمور. لو صبت جناح للمصطفى نزور، لو صبت الآن نمشي خدم مطيع مع الركبان لمن عاشق وليع. تذهب الأحزان إذ نرى البقيع ثم نرتاح دمعي تدفور. لو صبت الآن للمصطفى نزور. شكرا كثير لك طارق. يعني عن جد الموسيقى هي مثل ما قلتنا غذاء الروح، وخصوصي بهذا الشهر المبارك. هذا التوشيح مثل ما قلنا. هلا هي الحاني. نعم. وفي الموشح الغزلي. تمام. كمان من افضل الموشحين، بل اذكر بالاسم الاستاذ زهير منيني، هو من افضل الملحنين. نعم. الموشح والتوشيح بالعالم الاسلامي، الله يطول بعمره. أكيد. يعني مع هاي الموسيقى ومع هاي اللغة اليوم هيك صباحنا ختمنا بوجودك، إن شاء الله دايما هيك الخير والسلام والراحة النفسية بتعم على كل المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله قريبا بتكون معنا أيضا رح ننوه أنه أنت موجود معنا بكذا ظهور لك برمضان الكريم حتى نستمع لهاي الموسيقى. شكرا كثير لك. إن شاء الله أنا لي الشرف معكم. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك. رمضان كريم. أما لهون سالي بتكون خلصت حلقتنا لليوم مع هاي المعلومات اللي تابعناها، وأكيد مع النصائح الطبية اللي متواجدة كل يوم بالفقرة الصحية معنا، وكمان ندعوكم للمشاركة يوميا من خلال هاي الفقرة. لا تنسوا التصويت على صفحة الإخبارية على الفيسبوك على مسابقة سؤال وقصة يلي كانت مع زميلتنا هالة السعدي كل سبت، لحتى تكونوا فائزين بجائزة رمضان. بينقلكم يوم إن شاء الله تقضوا وأفطار شهي لكل يلي عم يتابعنا. رمضان كريم، وتحية لجنودنا جنود الجيش العربي السوري. تبقوا بخير ونهارك سعيد سالي. نهارك سعيد سلمى. وأكيد حلقتنا اليوم وصلت لختامها. ابقوا معنا كل يوم الساعة 10 الصبح بخلال شهر رمضان المبارك، ولكل حدا بيحب يشاركنا بفكرة جديدة أكيد نحن رح نبقى على تواصل معكم عبر صفحاتنا على الفيسبوك. صباحنا غير. رمضان كريم، ويا رب يحمل السلام والنصر لسوريا وجيشنا الباسل على كافة المساحة الجغرافية. مني ومن جميع كادر الإخبارية السورية إنكم تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.